فورج دائما هو سعيد مع الرياضيين بتاع المنتخب الرياضيين يضرب الذخوة المال. طبعا الرياضيين طبعا في مباريات يلعبوا ممتاز وفي مباريات ما يلعبوش كويس، لكن دائما هو سعيد بهم يعني. ما يعرف ان المنتخب المصري كان اقوى مننا في المباراة اليوم. Esperamos ser mejores que Egipto. نتمنى احنا يكون يوم الاثنين نكون نلعبوا افضل من المنتخب المصري ونكسب النقاط. De un nivel muy alto, ¿no? المنتخب المصري عنده ذات بشري في اللاعبين وعنده 20 25 رياضي جد ممتازين يعني. ان شاء الله نكون احنا يوم الاثنين ان شاء الله ربي يكون معنا الحظ ونفوز بثلاث نقاط ان شاء الله. اوكي. ثانك يو. اكيد يعني اي فرصه يعني على منتخب مصر اكيد حتشكل خطر عليهم، لكن الحمد لله يعني ما حلفنيش الحظ وما دخلتش الكوره، ويعني كنت نتمنى اني نسجل اليوم ونفرح الجماهير الليبية، لكن الحمد لله زي ما قلت لك الله غالب يعني هي لعبتها وحطيت كل اللي عندي فيها. يعني لاعب محمد صلاح لاعب محترف غني التعريف ويمثل في العرب وكلهم، لكن منتخب ليبي مش جاي يلعب ضد محمد صلاح، منتخب ليبي جاي يلعب ضد منتخب مصر. يعني زي ما شفت انت اليوم يعني حتى اللاعبين اللي لعبوا جهة محمد صلاح قدموا الأداء عليهم، يعني زي ما قلت لك ان احنا جايين نلعبوا منتخب مصر مش محمد صلاح. ما عندناش علاش نندموا، بالعكس يعني راضيين على انفسنا وراضيين على المدرب، وان شاء الله المدرب يكون راضي علينا والجماهير الليبيه تكون راضيه علينا. يعني ما فيش ندم في المنتخب الليبي، هذه الخطه نتاعها والحمد لله. يعني زي ما شفت لو ان الخطه مش ناجحه اكيد يعني كانت النتيجه تتم اكثر، لكن الحمد لله يعني كنا متحفظين وجرينا المنتخب المصري، وزي ما شفت انت الكره في القائم ما الله غالب، ما فيش توفيق من عند ربي، الحمد لله على كل شيء. بشكرك يا محمد ومنورنا في مصر. شكرا لك.